يقول زوجة مصابة بالسحر وهي على استقامة وحافظة للقرآن، فبماذا تنصحونها وما هو العلاج وترك الدعاء منكم؟ العلاج بما أباح الله من الرقية الشرعية بالقرآن وبالأدعية الشرعية وكذلك بالأدوية المباحة، الأدوية المباحة، وأيضاً إذا عثر على مكان السحر، لأن السحر يكون مخفى في مكان فيبحث عنه، إذا وجد فإنه يتلف ويحرق، هذا مما يعالج به السحر. ثلاثة أشياء: الرقية بالقرآن، الرقية بالأدعية الشرعية، التعوذات الشرعية، إتلاف السحر إذا وجد.